هلا رسم الوجوه عندي من زمان يعني هيك عندي اوبسيشن بالوجوه دائما بالمدرسة كنت ارسم على الدفاتر والكتب دائما يعني وجوه بعدين يعني على شوي بعد الجامعة وكذا شوي بعدت عن الموضوع هذا دخلت شوي بالابستراكت والكيوبيزم ومش عارف شو جربت بس بعدين رجعت للفاشن تبعي خصوصا لما صرنا نشوف شغل ناس من برا وكيف موصلين بهذا المجال فصار كثير انسبايرنج يعني اني ارجع بحس يعني I enjoy doing this أكثر من أي فن تاني جربت أشتغل abstract, fine art, شوي realistic portraits بس ما أحسش ما بحس حالي هون أكثر شغلات الهيومر أكثر شخصيات يعني بحبها لانها مثلا بتشتغل بالكوميديا مثلا انا بحب الكوميدي ان جنرال فبتشدني في شخصيات بالسياسه كمان بتشدني زي القذافي مثلا والاحداث كمان بتصير مش شرط الشخص الحدث نفسه هو اللي يعني تقرر ايش ارسم وايش ما ارسم يعني في شخصيات بحب ارسمها عشان هي بحبها بس في شخصيات برضه الاحداث تستدعيك انك ترسميها في شخصيات احنا بالحال نكون عارفين معلومات عنها مشهوره كثير او معروفه في شخصيات مرات بحس انه لازم اقرا عنها فور اكزامبل تاعت ستيف جوبز مثلا هاي الكونسبت كله يعني لو اني قرات عنه بالويكيبيديا مثلا ما كان ما طلع معي الكونسبت هذا اني ملبسه زي المونك لانه هو عمل رحله للهند مره بالزمانات فالفكره اجت من هون انه هو اذا كان راح سبيريتشوال جيرني وصار عنده انلايتمنت فطلع بفكره ابل هيك انا هيك عملتها الكونسبت